سلام، صباح الخير. السلام عليكم. باي باي. اليوم أبرك مش خير. أبرك تعالى فرقة ما فزدوها النيش ما نعرف الكياس في الإدارات في كل القطاعات. هنعمل فوازير اليوم ولا فكرنا نعمل زعما هاي نعمل واحد. بخير بخير تبين ماشي من صبح هذاك الكتاب شو قاموا بكري في الحومة اليوم بخير أخليك طلعوا انا وين ماشي طب طلعوا المنظر هذا وين ماشي حي النصر جو 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 قضيت حتى في حي النصر اخذي قضيتك حسنا هذا الموضوع كنت نحكي فيه بتمثيلية لا هذا مش حي النصر عندي موضوع كنت نحكي فيه دمت شفت بجرت حي النصر يا صبر ما بينا الحاجة ما بني والله حسلو شو مش نحكي لكم انا اسمه هوني راني الهوني الهوني مش الهوني الهوني مستهريت رمضانية يعني ما عادش النجم ما عادش النجم ما حاولت نسكت حاولت نسكت حاولت نسكت حاولت نضم منظومي ونقول شو دخلني انا هاني ريكس في الدار ريكس مش ريكس خاطر انا نمشي مدى النوم اما شنو هو هذيك يا ربي شنو هو شنو هو السهريات الرمضانية هذيك شنية علاش يا ربي الكيكة علاش علاش ما تشدوش ديالكم في المسلسل وتقعدوا علاش الكيكة تعملوا في رواحكم وفي العباد وفي الفنانين وفي البلايص وفي الخراب
هو قبل ما نحكيوا على اللي صاير لنتفق اولا على زوز نقاط. نقطه يعطيكم نقطه ان شاء الله. النقطه الاولى الا وهي ثم مشكله في الذوق العام عامه، فهمت؟ في المشهد الانستغرامي ثم مشكله كبيره في الذوق العام، ذوقكم اللطف حاجه تردد الكلام، معناتها هذا متفقين فيه، تعرفوني انا حقوقي ونقول كل شيء بالحق. معناتها النقطه الثانيه اعطيكم نقطه مره اخرى الا وهي فما نظريه بين الجمل بين الخو، فما اون اوتر ايكول يقولوا بين الكلب بين الخو. المهم فما بول، فهمت؟ فما خو، ما انت تبول يبول بحذيك خوك، فهمت؟ انت لبست جبه نلبس لك جبه، انت لبست كادرون نلبس لك كادرون، انت لبست طرايون نلبس طرايون، انت لبست كبوس غارق نلبس كبوس غارق، انت لبست المرساوي نلبس لك انا المرساوي، انت لبست قماجه انا نلبس قماجه، انت لبست تخليله انا نلبس تخليله، انت لبست ماليه انا نلبس ماليه، انت لبست الهله انا نلبس الهله. اذا النظريه واضحه ما هي كما نسمي معناتها اللبس التقليدي الكل. لأني النجم معناها، فهمت؟ والاكسسوارات الكل يحطوهم مع بعضهم فرد لقط تبدا خلخال براتلين فوق الحنة، الريحانة، الخليل، كل شيء، كل شيء على بعض، وكل شيء على بعض، وكل شيء متى اليوم العالمي، اليوم الوطني ولا التونسي ولا شو اسمه ذي البس تقليدي، يدوملنا احنا شهر على زبوبنا عليه وبالخايب. والريفيزيتي الريفيزيتي 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 ما عادش تعملها فاست الريفيزيتي، وما عادش حتى حد يقول نعمل في انترناشونال تقليدي ريفيزيتي، عيشكم راهو خايب برشا، الحقيقه خايب برشا. كيما تقول ما تعملو خيا بالمكارون، ما تنجمش ما تنجمش، ما يجيش ما يجيش، فهمت؟ ما تفونه بالصوم ما ليه، ما فما حاجات مقدسه مقدسه ما نجموش نفضلكو بيهم، معناتها فهمت؟ اللي بس تقليدي كيف كيف، علاش مرمتوه سلكتوه ذرحتوه؟ وصوتي بحال حدا الحقيقة. هذا زعما في حي النصر يتعاركوا، فهمت؟ خاطر التاكسيات يقفوا قدام الكلينيك يسكروا الكيس، والكيس قاعد يطرب، الراجل هذاك على اعصابه، تعجبني الفازة هذيك تبدا عبدة تحطه على اعصابه في الكيس. حس ريت حالة. ربي يهديهم، يا نزبر امك انت وياه كان قاعد. لا غالب ريت مش نرميها للعبيد والله. اياه نهار وسد. مسكينة نهار وسد. عملت المراه هذيك تطور. اي مدام عاد سبحان الرحمن راهو هكا، امشي مدام، اي مدام راسك امشي تحرك، شنو هو توا؟ سبحان الرحمن حتى هي نهار نفسك الحمد لله يا ربي مش كاين انا. اي فزت نهار وزحبيت يا ربي فيك اخر وقت، حس روحي خير الحقيقه، حس نهار هبط. اي عاد مش معقول هكا توا دولي في وسط الكياس ما يجيش توا. اي سبني طيارة الفازة، فنرجع لكم احنا كم الفازة نهار. فما نقطة أخرى يعطيكم نقطة زيادة مرة أخرى نحب نحكي فيها. أنا توا وصلت الإنسان مشات معايا تركب معايا مش نقعد نتونا نقعد فرق في قلبي هو معايا، ما فرق قلبي لي هو عاش في التليفون حاسي الوقت. السلام عليكم، دونك كملت الصباح من حي النصر، مشيت لمون بليزير وبعد رجعت لهناك. كان في بالي باش نمشي للسبور والله بساكي هوني وحوايج البيسين فوقي وجبت كل شيء، بعد جاتني قضية أكيدة في المناد في المناد. نحب نعتذر من كل اللي شجعوا فيا على الرياضة، نعتذر من أولمبيسكي ولا أولمبيسكاي الاسم مش زين مش متفق عليه، نعتذر من الكوتش متاعي علي، نعتذر من أصدقائي اللي كنت نلعب معاهم واتر بولو اليوم، راني والله راني مازلت نكمل في قضيتي هكا على العلن. اللي ما يقبلش الاعتذار مش مشكل الحقيقه، هكا ما عندي ما نعمل، ما عندي ما نعلق. شكون باش نقول؟ 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 حاسيلو كنت باش نقلق على شكون نسيت هاللي حاسيلو هاني في المنام. نرجع علاش ديما تسيلي الفازه هذي، يكون البوليس يعدي في العباد الكل، يجي يقف قدامي انا ويعمل هكا يوقف الدنيا، علاش ما نعرفش؟ عايشك بارك الله فيك، ربي يعينك، يحيى الامن. هاكا هو نعطيه الصحة ولا عادي. هو ديما تسيب الفاز، ما نعرفش علاش يجي قدامي انا يعمل هكا ويعدي الأمة العربية الكل من الشيرات الكل، وأنا نقعد هكا واقف نستنى. علاش ما نعرفش؟ مشكلة في شعري. مش حبوا يتأملوني إيه سمحوني مش ندور هنا. مرسي مرسي ديكا.
الله في الجهر هفسد حتى هيا حاسلوا بهي كم نقطة نرجع لكم شو نحكيكم عن نقطة الثالثة خلنا كملش نقطة الثالثة الصباح لا نزلت نقطة مهمة برشا كملنا هيش وهمس الليل وانا والليل